تعد أيام الشارقة التراثية مهرجانا حيا يتجدد كل عام ليضم العديد من الفعاليات والأفكار التراثية المتجددة التي تحلق بالموروث الإماراتي والخليجي والعربي إلى فضاء وزمن رحب. هو الموعد الذي لطالما انعقد في بيئة حاضنة لثقافات متنوعة تؤكد على الترابط الوثيق بين الماضي والحاضر. أيام الشارقة التراثية تتجسد فيها أهمية امتداد الإرث التراثي والثقافي لتراهن على أن كل الفئات العمرية ستحظى بالاقتراب من ذاكرتها ومخزونها التراثي الذي لا ينضب، تراث حظي بتجدد مستمر بفعل الحراك الثقافي المجتمعي لإبقاء الأجيال على تواصل مستمر مع الماضي العريق. أيام الشارقة التراثية مهرجان مهم في الحقيقة، لأنه يحتفي بالتراث الإماراتي وخاصة والعربي حتى، وخاصة في يعني هذه الموجة الحضارية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات ويشهدها الخليج العربي. الآن نحن يعني في أشد الحاجة للعودة ولو قليلا إلى هذا الماضي الذي يحمل كثير من المعارف والحكم والعادات والتقاليد التي قد تحدث شيء من التوازن في الإنسان الإماراتي والخليجي. في كل نسخة من أيام الشارقة التراثية تحمل رسالة واضحة، وهي إضاءة تراث الإمارات والتعرف على تراث وتاريخ وحضارة العديد من الدول التي شاركت في فعاليات الأيام بأكثر من 31 دولة ب38 فرقة، من بينها فرق محلية ودولية. شاركة في صبغ الملابس بالأعشاب الطبيعية سابقا عن الأجداد أكثر من مئات السنين. كانت الملابس الخام يجيهم باللون الأبيض ما ملون، قبل المصانع وقبل الألوان الاصطناعية كانوا من حاجتهم لتلوين الملابس الحاجة أم الاختراع، كانوا يصبغوا ملابسهم من الرمان، من الورس، القرط، القرمز. هذا تعلمت الحرفية مشان التدليل، مشان ركبوا على الكنادير، على التيبان، على البناطلين، السراويل يسمونها. والحمد لله رب العالمين، من سنين من يوم هنا صغار نستعمله، من أول للحين ما ودرنا، ونسوي لعيالنا ونسوي للجيران ونبيع. العيشة هذه عشنا فيها. نشارك هدف نعلم الناس كيف يصنعوا الحلوى العمانية، كيف طريقة الحلوى العمانية. هدفنا الوحيد أن نشارك في المهرجان مشاركة تعريفية عن التراث العماني، عن التراث الخليجي بشكل عام. أيام الشارقة التراثية محطة لا تهدأ في تقديم كل جديد على الساحة التراثية، تتحول الفعاليات والأنشطة والبرامج إلى قبلة للجمهور والمختصين وعشاق التراث، بما توفره من مناخ مناسب لاستكشاف جماليات حياة الماضي ونحو الحفاظ على العادات والتقاليد الأصيلة والموروث الشعبي. تعتبر أيام الشارقة التراثية حدثا سنويا مهما تتفاعل فيه كل الحضارات والثقافات ضمن جهود إمارة الشارقة للحفاظ على التاريخ والتراث ونقله للأجيال القادمة. إيمان شرف لمركز الأخبار الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.